هذا سائل يقول: عندنا راق يشترط أن آتي بكيس سكر لمن أراد الرقية، فهل هذا الاشتراط جائز؟ لا، هذا مخرف. سكر يقرأ من القرآن ومن الأدعية المباحة، ولا حاجة إلى الملح أو إلى السكر أو إلى نعم أو الله. أنه يبيك تجيب له سكرا يشربه ويحتال عليك بهالحيلة الباطلة. نعم، هذا لا تقربها أبدا ولا تروح له. نعم.